ازيك يا شريف بالحب؟ ازيك؟ معقول اشوفك صدفه بعد السنين دي كلها؟ يا سيدي مسير الحي اتلاقى، بس هو احنا ايه؟ الله انت مش فاكرني ولا ايه؟ هي شكلك مش غريب عليا. انا ماهر عباس زميلك في الارابيه الاعداديه، اوعى تكون نسيتني بقى. ماهر؟ ايوه ماهر عباس. ازيك ماهر؟ ازيك شريف؟ ازيك يا ماهر؟ بس ايه يا راجل، معقوله حد ينسى زمايل احلى ايام العمر؟ ايوه بس ماهر كان شكله مختلف تماما عن شكل حضرتك، وبعدين ما كانش اسمه ماهر. لا ده انت ظاهر عليك ذاكرتك بقت وحشه جدا. طب عارف مين معايا هنا في العربيه؟ مين؟ علي حسين عبد السلام، كان زميلنا في نفس المدرسه بس هو كان في ثالثه رابع. ايه ده؟ علي حسين عبد السلام معاك هنا يا ماهر؟ ايوه. طيب ايه؟ طيب دي على الله تكون مش فاكر كمان علي حسين. انا كنت انا ما افتكرتش حضرتك شخصيا وانت واقف قدامي، هفتكر علي حسين انا ما شفتوش. طب تعالى بس انت تشوف في العربيه هتفتكره على طول. معلش عشان تعالى انت مش هيصدق لما يشوفك. الزملاء مستنيين. بس زملاء ايه؟ تعالى بس انا فاهمك. هقول لك بس يا شريف تعالى اسمع الكلام. لا ده انا ما صدقت. لا ايه؟ لا تعالى بس. هيمشي الاتوبيس. مش هعرف اروح بعد كده. شفت قابلت مين بالصدفه علي؟ شريف. ايه ده؟ شريف مهران؟ مش ممكن. بالحب يا شريف. منور. ايه يا شريف مالك بتبحلقلك كده ليه؟ زي ما تكون مش فاكرني. انت كنت معايا في العربية الاعداديه مش كده؟ ايوه طبعا، وطلعنا سوا رحنا على الابراهيميه الثانويه برضو مع بعض. على كده تعرف ابوطنا بقى. ابوطنا مين؟ وكيل مدرسه. مش احنا طلعنا عليه الاسم ده؟ ايوه. علشان كان بيحط قطن في ودانه. لا هو كان بيحطها على عينه الشمال. يا سيدي ما تفرقش مع عينه جنب ودنه. الله، هو شريف بيه هيفضل يرغي ويسيبنا ملطوعين كده؟ اضرب له كلاكس عاشور ولا يلا بينا نمشي ونسيبه يكمل كلامه مع البهوات اللي معاه. طب يا جماعه، رغم اننا ما زلنا نعاني ان احنا نقدر نفتكر بعض كزملاء قدام، انما هنعتبرها فرصه سعيده. صلاح حسين يا راجل، ده احنا ما صدقنا اعترفنا فيك بعد السنين دي كلها. ايوه ما هو في زملاء اخرين مستنيين في الاوتوبيس. طب استنى بس، انت مش متفهم كولونيا؟ كولونيا ايه؟ انا جايبها مشروع الحرة وخايف لا تكون مضروبه. بس شوف بس قول لي رايك. ليه يا علي ليه تحط لي كولونيا؟ انا ما بحبش الكولونيا يا علي. ليه يا علي؟ اطلع فرج. ممكن اتشرف بالوعاء جنبك يا انسه نات؟ ليه كرسيك حصل له حاجه؟ لا ابدا، بس ونقعد نسلي بعض طول السكه. اتفضل. رغم ان انا دايما اقول على شريف انه محظوظ، لكن انا حاسس النهارده ان انا محظوظ اكتر منه مليون مره. اشمعنى يعني؟ لان الحظ اساعدني وهقعد جنبك طول السكه. امال يعني كل ال من جماعين ايه؟
عشان الموضوع اخطر بكتير من القتل. اخطر بكتير. طيب بدك الله ده شريف. شريف فوق. شريف فوق. انا هعترف، انا هعترف بكل حاجه. هعترف بايه بس؟ والله العظيم انا امي اللي حياني، انا امي مالهاش ذنب. انا كوثر جارتنا ضربت امي اخويا، ضربته على سطور ودنه، كان ممكن يعني يترش فيها. انا ماما راحت لها تقول لها ليه كوثر كده؟ ده احنا عايشين في الحاره مع بعض. كوثر مين وامك مين؟ انت فاكر ان احنا جايبينك هنا عشان خناقه امك؟ خلاص شوفوا انتوا عايزين اعترف بيه وانا هعترف. تحت امركم. علي، علي ماهر حبيبي، ماهر الارهابيه والابراهيميه، مش انتوا؟ انتوا الحاجات دي؟ افتكرتكوا. انا كنت فقد الذاكره بس الحمد لله رجعت لي. احمدك يا رب. انا اسف اذا كنتوا زعلانينك مني، ما افتكرتكمش من الاول، فانا حمار. حقوق عليا. ادي راسك يا ماهر. ماهر شريف خلاص. اخوات ده احنا زماير من زمان. شريف احنا حبايبي. الله يا ريا شريف، ما تقدر تمسك نفسك؟ امال امسك نفسي ازاي بيه؟ حد يشوف المهرجان ده كله ويعرف يمسك نفسه؟ ده انا بشوف عسكري مرور بيه في الشارع ما تراعيش. والله انا مش عارف يعني. انا ماهر شريف مش معقول كده. شريف ما تخافش، ما تخافش يا شريف، احنا مش عايزين نأذيك ولا ناويين نضرك، بالعكس احنا عايزينك انت اللي تساعدنا. اساعدكم؟ ايوه. انتوا عايزيني انا اساعدكم؟ ايوه والله العظيم كل اللي احتاجم عليه في جيبي 15 جنيه و7 سنت، لو يخلصكم انا ما عنديش فعل. يا شريف، يا شريف اهدى بقى كده واقعد عشان نعرف نتكلم. خد سيجاره. تحت امرك. عينيا. مالك؟ في ايه؟ اصلي ما بدخنش. لما ما بتدخلش خدتها ليه يا شريف؟ وانا اقدر ارفض لك طلب؟ ها طيب ممكن نتكلم بقى. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في موضوع في غايه الاهميه، عشان كده عايزك تهدى وتمسك اعصابك وتسمع الكلام اللي هنقوله لك كويس قوي. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل اسال. تحت امر. احنا هنا فين؟ احنا في وزاره الداخليه. ايه ده يا جماعه؟ هو في حاجه في البلد؟ مفيش يا سيدي حاجه في البلد، البلد بخير. ممكن تسمعني بقى؟ بس قبل ما نتكلم في الموضوع عايز الاول اعرفك بيها. سياده اللواء عبد الحميد زهران، مدير مصلحه الامن العام. سياده اللواء شكر حسين، مدير اداره مكافحه المخدرات. سياده العميد عباس منصور، رئيس المكتب المركزي للشرطه الدوليه. سياده اللواء فريد عبد السلام، مدير مباحث امن الدوله. سيادة اللواء حسين الأليوبي، مدير أمن المواني. المقدم ماهر عباس من مباحث القاهرة. ازيك يا ماهر؟ ازيك أخويا؟ وأنا يا سيدي المقدم علي حسين من مباحث القاهرة برضه. الله. أمال فين سيادة اللواء مدير الإدارة الطبية؟ عايزه إيه؟ أبدا، بلغوه إن في مواطن في الوزارة جات له أزمة قلبية.